السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مقطع جديد اليوم في حي الكوثر، في زيارة لفيلا مودرن ذات تشطيبات عالية جدا، وهذا الشجرة على الحوش الجانبي مطلة على الصالة الداخلية اللي راح نشوفها. وراح نبتدي من الحوش الخارجي، هنا الباب الرئيسي، فما راح اتكلم كثير، راح اخلي الفيلا تعبر عن نفسها. هنا باب الكراج الامامي اللي تقريبا يتسع لسيارتين، والنوافذ الكبيره اللي دائما تكون في الفيلا للمودرن. وهنا جلسه خارجيه اماميه، بصراحه الجلسه مرتبه وانيقه، وهذا الباب تقريبا من الالمنيوم، والأشجار الجهنمية الجميلة اللي أنا أفضلها بصراحة دائما. وهذا هو التشطيب الخارجي للواجهة الأمامية للفيلا. وهذا هو الباب الرئيسي للفيلا، ما شاء الله باب كبير جدا، باب خشبي كبير، والمقابض الجميلة باللون الأسود. أول ما تدخل الفيلا راح تكون صالة مباشرة، يعني أول ما تفتح الباب راح تواجهك الصالة الداخلية. ما شاء الله الصالة الداخلية كبيرة جدا، يعني تقريبا مساحتها 6.5 × 8.5 كذا، واستخدموا الأسقف أو الأسقف الجبسية مع الديكورات الجميلة واللوائح والإطلالات الشرحة، ما شاء الله. هذه صالة حلم لكل شخص، بإطلالة جميلة من جهتين، دائما الصالة تكون أجمل لما يكون فيها إطلالتين. وهنا غرفة راح نشوفها بعدين. هذه هي إطلالة الصالة على الحديقة الخارجية، وهنا مجلس راح نفس الشيء نشوفه فيما بعد. مقابل المدخل يوجد درج، وهنا النباتات الداخلية الجميلة، وهنا الحين ما نسمع صوت نافورة أبدا بحكم العزل الكبير لنوافذ الصالة الداخلية. وهنا على اليمين في مكان تقريبا راح يكون للتلفزيون، في توصيلات جاهزة. وهذا هو باب المجلس، هناك مدخلين للفيلا، باب المجلس وباب الصالة الرئيسية. ما شاء الله ماخذ نفس تكسية الباب الرئيسي، باب فخم جدا، ونفس الشيء المجلس متسع لعدد ما يقارب 8 أشخاص، واهتموا وحافظوا على تصميم اللوائح الداخلية. وهنا المغاسل، مغاسل المجلس، وهذا هو الباب دورة مياه المجلس. ما شاء الله باب خشبي وجميل جدا، وتشطيبات راقية فندقية لدورات المياه. هنا اللي طلعت منه مطبخ بس للحين بعد ما تركب وما تأثث، وهنا قاعة طعام بين الدرج، قاعة طعام صغيرة جدا، يعني صغيرة مناسبة. وهذا الدرج الجميل بصراحة، تشكيلة الدرج المعلق. هنا الغرفة اللي صورتها قبل نفس الشيء، غير مؤثثة، بس غرفة ما شاء الله واسعة وجميلة، والأبواب العالية والنوافذ الكبيرة.
ونفس الشيء هنا للتشطيب بالحمام أو تشطيب دورات المياه الجميل جدا والفندقي اللي نشوفه تقريبا في كل الفيلا، وهذا هو الشاور. بصراحة اللون الأسود جميل ومتناسق مع اللون اللي نقول احنا اللون الثلج الأبيض للدرج. راح نطلع للطابق الثاني، وما شاء الله شوفوا الدرج، فتحات الدرج الجميلة والإضاءة نفس الشيء، إضاءة ممتازة بصراحة. وهذه هي أطلالة الدرج، أطلالة رائعة جدا من الأعلى إلى الأسفل. راح ندخل لغرفة النوم الرئيسية. طبعا الدور الأول يتكون من 4 غرف نوم. هذه هي غرفة النوم الرئيسية، غرفة واسعة وتقريبا نفس مكان الصالة اللي تحت، وضافوا لها اللي هي غرفة ملابس مع دورات مياه. وهذه هي إطلالة غرفة النوم الرئيسية وديكور الداخل أو ديكور اللي خلف السرير، وأضافوا نباتات داخلية أيضا للغرفة. وهذه الأفياش باللون الأسود راح نشوفها تقريبا في كامل الفيلا. هنا غرفة الملابس، غرفة أيضا بتصميم أنيق جدا وتصميم جميل. وهنا دورة المياه، ما شاء الله الأنوار فتحا أوتوماتيك، يعني في اللي هو الدخول الذكي أو التشغيل الذكي للمصابيح اللي دائما نقول إنه يوفر كهرباء. وهذا هو الشاور على نفس تصميم السابق. وهنا تجويف داخلي صغير. أوبس بعد راح أخرب لهم الفيلا، الفيلا جديدة ما شاء الله. وهنا في نباتات بسيطة صغيرة، والإضاءة الطبيعية المهمة دائما في دورة المياه. وهذه غرفة ثانية نفس الشيء، ما تأثثت، بس نفس تقريبا نفس الغرفة اللي شفناها تحت، ودورة المياه بتشطيب جميل أيضا. وهذه غرفة أخرى راح نشوف دورة المياه الخاصة فيها. ما شاء الله دورة مياه بتشطيب راقي جدا. وهنا الصفاية المخفية اللي دائما تعطي جمالية.
ما شاء الله مفاتيح المغسلة تجيك 240 فولت و 110 فولت، فمراعين أدق التفاصيل. وهذه النعلة المخفية بصراحة شيء جميل إنها ما تجمع الغبار ولا شيء، والمفاتيح اللي باللون الأسود اللي موجودة تقريبا في كل الفيلا. طبعا الفيلا فيها سطح تقريبا سطح للخدمات، وهذا هو طلالة الدرج من السطح. يعني احنا الحين في طابق السطح ما شاء الله، شوف اطلالة من الاعلى الى الاسفل. راح ندخل الحين نفتح الباب السطح ونشوف السطح فيه خدمات، غرف الخدمات تقريبا او غرفة، ونفس الشيء في جلسة هنا، في جلسة صغيرة جميلة، جلسة شتوية حاطين فيها بعض النباتات. وهنا درج للخدمة بالأعلى. هذا كان مجمل تغطيتي للفيلا، شكرا للمتابعة وحياكم الله.